جاءتنا مناشدة من أم ضاعت بهذه الدنيا الواسعة، وحالتها حالة واصلة مرحلة لا تحتمل، وللأسف الكل تخلى عنها، لا زوج ولا أخت ولا أخ. فوراً انطلقنا لإنقاذ سندس من عذابها ومعرفة الأسباب اللي خلتها بالشارع. السلام عليكم، شلون الصحة؟ الله يعزك. إن شاء الله بخير. الحمد لله. الله يعزك إن شاء الله. ليش من أنا أنت أمك؟ أنا ما مخلفة، ما عندي أطفال. على رأسي يا غير. الله يسلمك أستاذ. أنا توفت الحجية، كنت عايشة وياها. شنو اسمك؟ اسمي سندس. يسحوني معبد الله. على رأسي معبد الله. يعزك. فأستاذ كنت عايشة ويا والدتي، وكنت متزوجة، انفصلت عن زوجي. بعدين جيت توفت والدتي، يعني قبل ما تتوفى كانت مريضة وبقيت وياها. وبعد ما توفت انفصلت عن زوجي، وبعدين بدت مشاكل ويا نسوان الأخو، يعني بدت مشاكل بعد ما توفت الحجية. طبعا انت كنت قاعدة ويا اهلك؟ ويا اهلي. تمام. الحياة طبيعية، ما كل مشكلة؟ ما عندي اي مشكلة. شنو اللي صار لعلي؟ اللي صار استاذ، كنت متزوجة وزوجي تمرض، يعني بعدين الحجية تمرضت فدزني زوجي يمها، بقيت يمها، يعني طول مرضها حوالي تقريبا 7 أشهر او هيجي، بعدها انطتك عمرها. وبعدها يعني استاذ بدت المعاناة ويا نسوان الأخو، المشاكل يعني ما يسمعون الأخوة من يجون. بس زوجي؟ زوجي انفصلت عنه بعد ما توفت زوجتي، يعني زوجي انفصلت منه بعد ما توفت الحجية. آه. أي. يعني وخلات الحين يمه، الحين يم أمه. أي خلاني يعني. رحتي في يمه داريتيها؟ مرضها طول الله يرحمها. أي طلعنا بها دول. إيه. للهند وللهذي، فطول مرضها. هنا زوجك قرر إنه ينفصل بعد خلاص؟ لا هو ما راد ينفصل، أنا راح تقدمت وفصلت عنه، لأنه عندي أيتام ولد أخويا وهم اللي قايمة بيه. فما هي الحجية ما عندها حد، فأنا ظليت يعني يمها إلى أن رب العالمين أخذ أمانته. وبقيت يم الأهل؟ بقيت يم الأهل. بالبيت من كان ساكن أخوتك؟ كانت وياي زوجة أخويا. إيه. وإخواني عايشين إحنا. بس شوية زوجة أخويا يعني نحست من عندي وما أعرف مشاكل، يعني قامت تسمع الولد حكي صحيح أو كذب. قامت ترتكب علي كلش هواية. ليه؟ شنو السبب؟ ما تريدني، ما يعني أنا حسب ما دا أشوفها ما تريدني. فصارت مشاكل، يعني عدة مشاكل هواية. وأنا بعد يعني ما توفت والدتي بعد ما عندي أحد، وزوجي قلت لك انفصلت عنه. طيب السنة صار عندك أخ، الأخ هو أب ثاني. صحيح أستاذ. هو أكبر منك؟ أكو عندي أكبر وأكو عندي أصغر، بس الولد يطلعون ما يعرفون شكو ماكو، يعني صاحبين أعمال وأشغال. إيه فنسوان يعني لعبت لي. مش قال له ليش بالأخير؟ يعني صارت مشاكل، آخر شيء قال له روحي على أخوك الكبير. الله. رحت على أخوك؟ لقيت الشايل من البيت. لا إله إلا الله. فقعدت بالشارع إلى أن جو الناس قالوا لي روح الدار علي عذاب.